السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ مزيانين؟ كلشي مليح؟ ايوا نتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي مليح، كلشي لاباس. كنشكر كاع اللي كيدخل عندي اللي كيفرج فيا، كنشكرهم. كان التعليق ديالهم الزوين اللي كيكتبوا لي. ها ما تبعوني حتى الاخر، غادي ندير معكم الخبيز. شي كيقولوا له الخبيز، شي كيقولوا له البقوله، احنا يا مشلحه كنقولوا لها هبيه، كل واحد شنو كيقول له. هي عندي هنايا، ولكن انا ما قلعتش بها هذا كتابي ثاس للربيع الاخر. لا هي كيتمشى معها بزاف، شي الربيع كيتمشى معها، كل واحد شنو كيقولوا له بالسميه. ولكن انا ما مشيتش قلعتها، الراجل اللي قلعها ما عرفش يقلع، قلع غير الخبيز وصافي. غادي نشدوها هكا نقيوها. هي راه تبارك الله راها زعما صراحه زوينه، ما فيها والو. وغادي نشدوها ضروري، نشوف لها واش ما فيها حتى شي حاجه. وغادي نقيوها كامله هكا، وغادي نغسلها ونخليها تكتر بالماء، عاد نرجع معكم. كل واحد الطريقه اللي كيدير له البقوله الخبيز، كل واحد شنو كيسميوها. ايوا بغيت نشاركها معاكم، كل واحد الطريقه اللي كيدير لها. قلت لك تبارك الله راها منقيه زعما، شتي حنايا غير ذاك الشتا اللي صبت واحد الشهر، تبارك الله قداش الخبيز ولا. جبناها من بلاصه بعيده، بلاصه فيها غير التفاح، منقي ما كاين لا الكلاب لا والو. اللي يخرج برا يجيب الخبيز، راها كاينه بزاف هنايا في اسبانيا دابا الخبيز موجوده. خرجوا مجيت الجنانات، مجيت فين كيديروا الفلاحه كاينه. والمهم غادي نغسلها كامله باش ما نطولش عليكم الفيديو ونرجع معكم. هيا دابا غسلناها وعدلناها، غسلناها مزيان ودرناها في البانيو حتى قطر. دابا غادي نجي نهزوها نقطعوها، ضروري تغسل مزيان. ودابا غادي نجيو نقطعوها. بسم الله، نقلعوا هذا الراس كبار، نرميوهم نحيدوهم. ودابا نشدها نقطعوها، خاص تقطعوها رقيقة ماشي غليظة. شحال مرق قطعتوها رقيقه راه كتجي هي زوينه. شي منهم راه كيرقوها عاد يديروها رقيقه عليا هنايا، وانا انا عييت نديرها رقيقه كتخرجني شويه كبيره. المهم نشدوها هكا نقطعوها، تبوها غير بشويه حتى تساليوها. هي الصراحه الخبيز فيها الخدمه. دابا غنشدوها باش ما نطولش عليكم الفيديو، نشدوها هكا كامله وغادي نرجع معكم. هي دابا كنقطعوا الخبيز ديالنا، ودابا غادي نديرو في الكوكوت. ودابا باقي عاد عندي غادي نقطع، عاد باقي عندي الخبيز عاد غادي نقطعو. ودابا باش ندير هذا عند على النار
باش تبقى طيب، باش نبقى نقطع ونزيد فيها الخبز. غادي ندير فيها جوج كيسان د العلبان تاع الماء، راه غير جوج كيسان تطيب بيهم. ودابا انا غادي نردها على البوطه طيب، تبقى طيب ونبقى نقطع الخبز ونزيد فيها، تنكملها كامله وغادي نبلع عليها الغطايه باش تهبط. وغادي نزيد فيها شويه الثومه، شويه القوصبر، شويه المعدنوس، ومن غادي نكمل كلشي بالتقطيع وغادي نبلع عليها الكوكوط ونقص لها واحد 20 دقيقه ولا ما كاملاش، وتحلو عليها نقصوا البوطه، ما تخليوش كاع البوطه مجهده، وراه كطيب في الساح احسن ما تفوروها، ما يكون فيها لا الماء لا والو. هي دابا الخبز ديالنا كلشي قطعنا، درنا في الكوكوط، دابا زحكينا عليه شويه الثومه، درنا شويه القوصبر والمعدنوس، نديرو شويه الملح، ما تكثروش الملح راه في السكات بان فيها. وكنت درت فيها جوج كيسان د الماء نتاع العلبه، دابا غادي نزيد واحد ميم خير ربي نتاع الخبيز، درت فيه ثلاثه دابا د الكيسان وصافي. غادي نبلعو عليها كوكوت ونخليوها نقصو لها البوطه، نديرها مهيله واحد 20 دقيقه هكا وحلو عليها، تلقاوها حار من فوره. ها هي دابا خبز حي طايبه البقوله، مش ما بقاش فيها كاع الماء، ها شوفوا ما بقاش كاع فيها. دابا غنديرها هنايا في الشبكه وغادي ندير عليها هكا، في هذا الا فيها شي نقطه الماء غادي تخرج. عندي هنايا جوج الريوس تاع الثومه، ها هما، عندي واحد البصله، عندي واحد الطوماطيش. غادي نهز هذا البصله هنايا نحكها، وهاد الثومه ثاني غنحكها هنايا، وغنردها تشحر بالزيت، وحطها الطوماطيش غادي نحكها وغادي نرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. هي دابا شحرنا داك البصله وداك الطوماطيش، وزدت عليها شويه القوصفر والمعدنوس، ودابا هاد الخبز درتها شويه هنايا، بقيت كندير لها هكا بهذا باش نخرج لها فيه شي الماء، شوفوا هو خرج في ربي الماء. ودابا غادي نديرها نشحرها هنايا، ودابا غادي نشدوها نشحروها مزيان مع هذا الزيت وهاد المقادير شي 10 دقائق ولا اكثر. حنايا نشحروها في هاد الزيت، انا راني درت غير الزيت هذا، اللي بغى يدير زيت العود يديرها، والخبز راني ما درتهاش كامل راه عندي، غادي نتبعها في كل خلاله. ملي ما نتبعها هكا نشحرها واحد 10 دقائق ولا اكثر، عادو غادي نزيد المقادير اخرى. دابا راه حنا شحرناها في الزيت كما شي 10 دقائق ولا اكثر، انا غندير فيها التخميره الحاره، هي كيعجب لها الخبز الحار، وغادي ندير شويه التخميره في الاول. هادشي اللي غندير فيها، غادي نزيد فيها شويه الملح، التتبيله درت فيها الملح طايبه معاها، غادي نزيد غير شويه الملح حتى الذوق. المهم انا كندير فيها غير الحار، التخميره الحاره والتخميره في الاول. ودابا غادي نزيدو نشحروها ثاني في هادشي، شوف هادشي اللي كندير بيها. ها هي الخبيز راهنا صافي ساليناها، ها هي حيدنا على البوطه، شحرناها كثر من 10 دقائق في ذاك المقادير. ودابا غادي نحط الماء ان شاء الله في الطوسي، غادي نديرو لها غير هكا. دابا غادي نديروها في الطوسي، you
ايوا نتمنى ان شاء الله يعجب لكم هذا الفيديو. راه الطريقه اللي كنديرها كتخرج بنينه، انا ما كندير فيها لا الزيتون لا والو، كندير فيها غير لكم غير التحميره الحاره والتحميره حلوه والزيت. ضروري خاصكم تكثروا شويه الزيت بها كتجي زوينه. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجب لكم هذه الطريقه هذا الفيديو. ان شاء الله نهار اخر غادي نديرها لكم على الطعام، كتخرج بنينه ثانيه. ايوا الى عجب لكم هذا الفيديو ما تنساوش الاشتراك وما تنساوش اللايك وصيفطيه لاصدقاء ديالكم، والسلام عليكم حتى الفيديو المجي ان شاء الله.